هنا مسألة أخرى يظهر فيها التأصيل عند المصنف رحمه الله تعالى، وكيف أنه يتعقب الأقوال الأخرى إن رأى فيها مخالفة للدليل، ولم يكن ينقل رحمه الله تعالى ما ينقل من الآثار إلا بعد تمحيصها. هذه مسألة يذكرها بعض فقهائنا، مسألة التيمم بالثلج. يقول: إن كان الإنسان لم يجد ماء يتوضأ به، لأننا نعلم في الماء الذي يتوضأ به أنه يأخذه ويتمضمض به ويستنشق ويغسل به وجهه، إن وجد الإنسان ثلجا فقط ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يتيمم بذلك الثلج، معنى يضرب ضربة الثلج ويبرد بها وجهه، ويضرب ضربة أخرى ويغسل بها أو يمسح بها يديه إلى الرسغين. هذا المسألة قالها بعض الفقهاء، إلا أن المصنف هنا رحمه الله ما كان يقول بها. يقول: هاتان العبادتان مختلفتان. الشرع جعل الوضوء منوطا بالماء، وجعل التيمم منوطا بالتراب، ولا يمكنني أن أجمع بين هذين الأمرين، لأن كلتا العبادتين عبادة توقيفية، فهذه واردة في التراب وهذه واردة في الماء، ولا أخلط العبادتين معه. فلذلك من لم يجد إلا هذا فإنه يشرع له أن يتيمم بالتراب، لأن الله تعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا. والثلج ليس صعيدا طيبا. قال المصنف، انظروا الأبيات: وواجد لجامد تحكما يفعل فيه فعل من تيمم، يضرب ضربة يمسح بها وجهه، ويضرب ضربة أخرى يمسح بها يديه. وواجد لجامد تحكما يفعل فيه فعل من تيمم، ويمكن وواجد لجامد تحكما، تصح أيضا تحكما، يفعل فيه فعل من تيمم. وهذه مسألة التيمم بالماء يأتيها لحال العدم. لكن أقول إن هذا رأيه رحمه الله، لكن أقول إن فيها نظرا، إذ لم أجد في ذا المقال خبرا. عبادة توقيفية غير معقولة المعنى، إذن هي مقتصرة على نص الشارع في الكتاب أو في السنة. يقول المصنف: هذه العبادة التوقيفية في هذه المسألة لم أجد خبرا، مما يعني أني أرجع إلى الأصل. لكن أقول إن فيها نظرا، إذ لم أجد في ذا المقال خبرا، هما طهارتان فعل هذه مخالف في الوصف فعل هذه، والجمع محتاج إلى دليل، وليس يجزي فيه نفس القيل. نفس ذلك المسألة عند الفقهاء ليس يجزي فيها، لا بد من أن يكون هنالك دليل للجمع بين العبادتين. لذلك فالمصنف يقول هنا: من لم يستطع الوضوء فإنه مباشرة يرجع إلى التراب، لأن التراب هو المنصوص عليه عند الشرع.